سلام السلام عليكم. سلام عليكم على الجميع. دكتور، هي أول شغلة بنت ما رايدة تفهم كثير لأنه مخها محدود. أول شغلة لازم إنه نبسط لها أكثر أكثر بكثير، صدقني. هي لو كان يا بدها رب الحق والحق مريم، يحررها كان فهمت، لأنه هي كمان ما عم تعطيك مجال لتحكي أنت. هي يا اخت مريم، هي بس هي سلسله حروبات، اشخاص معينين متكدين، يعني اللي بننشر الحق على السوشيال ميديا، فجايين بيحاولوا يفرضوا ارائهم علينا. صح، انا الاسئله اللي هي بتسالها برد عليها، اهم من رد عليها الناس اللي بتتفرج على البث ما تبقاش مخدوعه في طريقه الخداع اللي هي جايه بيها. صح. هي فهي أول شغلة ماخدة تدليسات من الشيوخ، باين الشغلة واضحة كتير مثل الشمس. ثاني شغلة هي ما جاية تفهم، جاية تحكي كلمة وكلمتين وخلص، عقلها محدود. لا بننسى كمان لا، هي ممكن ما يكونش عقلها محدود، هي ممكن هي جايه بسيناريو معين انا بطلعه منها، بخليها صح تخرج عن السيناريو ده، لان صح في معك اتباعها دلوقتي انا شايفهم موجودين عندي لغايه دلوقتي على البث، صح، وعارفهم وعم بالاسم بيسجلوا صح، وعم بيسجلوا. وعارفهم بالاسم الرب وحاولوا مره يبارك ويبارك خدمتك. تعيش يا مريم، وحاولوا مره واثنين وثلاثه يوقعوني مع اخواتنا المسيحيين، سواء اللي موجودين في مصر او اللي بره مصر، ويحاولوا يقولوا لي ده فلان عنده في الجست كذا، ده فلان بيتكلم كذا، كل واحد بيتحاسب على نفسه وكل صح، لا واحد تدينوا لكي لا تدانوا. صح، هاي أهم شغلة. نحن لما نكون مسيحيين لا حدا بيجي بيتهم أو يدب تهم أو يزت على حدا تهم، لأنه المسيح علمنا على محبة، علمنا على احترام. لا تدينوا لكي لا تدانوا. شغلة تانية، في ناس عم تعمل بلبلة وفي توقعنا ببعض. صح، معك حق أخي، صح 100% معك. فأنا واعي، نشكر الله، يعني هي بنعمة ربنا وتدخل الله، أنا واعي لهم للموضوع ده، صح متغاظين من أشخاص